طيب رجعنا لكم، وهنرجع بقى المره دي ونباص الكوره لواحد مصنف انه كاتب اجتماعي سياسي مفكر و و و و، ولكن ما تعرفوش هذا الرجل رياضي كروي حتى النخاع، عنده اكبر واول مكتبه خاصه بطرق لعب كره القدم، وهيكلمنا على اللي حصل في المصري وتاثيره على المشوار الافريقي القادم. هو مشكلة مباراة المصري، انت عندك اولا نزيل مكتبة ولا انا بفتي؟ لا لا، انا عندي مكتبة قروية عندي بقى لها اكتر من تقريبا 40 سنة. يعني انا بلم كل الكتب اللي تتعلق عشان الناس بس تسمع وتعرف انت بتتكلم ليه، بتكتيك كرة القدم وخطط كرة القدم والتدريب والمساحات وكل ما يتعلق، لان الاول كانت مجرد رياضة ناس بتلعب وتنظم اللعيبة بس، فكانت المهارة أهم. فكانت المهارة أهم، ثم بدأ بعد كده بما أنها لعبة جماعية والمهارة الفردية مهما تفوقت مش هتقدر تغطي العشرة الآخرين. طب إزاي العشرة يتحركوا مع بعض أيا كان مهاراتهم ويقدروا يغلبوا مهارة؟ عشان كده احنا شفنا فرق كتيرة جدا ممكن تبقى مهاراتها أقل، لكن زي مانشستر امبارح، مانشستر سيتي وليفربول، مؤكد ان مهارات لاعبي مانشستر سيتي الفرديه اعلى من مهارات لاعبي ليفربول، لكن كانوا لاعبي ليفربول في المباراه على نفس القدر من الكفاءه في المباراه ككل. دي طريقه لعب ودي طريقه لعب، فبدا يتحول الى علم في كيفيه فتح المساحه واغلاق المساحه وصناعه الفرصه واغلاق فرص التهديف. فبدا بقى التدريب والبتاع والسرعه، يعني زمان اللاعب كان بيجري 3 4 كيلو في الماتش كله، دلوقتي بيجري 10 كيلو، يعني ال 20 لاعب يغطوا الان، ال 20 لاعب في الملعب يغطوا الان 200 كيلو في المساحه دي، تخيل بيجروا 200 كيلو في المربع ده المستطيل ده، فيبقى معنى ذلك ان كل سنتيمتر في الملعب ده متداسك قد ايه؟ طب في ظل الزحمه دي تخيل 200 كيلو في المربع، 200 كيلو، طب اخلق المساحه ازاي واضيق المساحه؟ حدوته صعبه جدا. اهم حاجه في كره القدم والناس كتير ما بتاخدش بالها منها، اللياقه الذهنيه. ايوه، ان ذهن اللاعب يبقى اوير، يبقى متفتح. يعني مثلا انا وانا بستلم الكره في نص الملعب او ورا او اي مكان، انا هبصيها يمين ولا شمال؟ انت بالنسبه لك انت شيء طبيعي، بصيها يمين او شمال، ما هو الاول واحد فاضي، القرار يختلف. لو انت خدت بالك من كرة دي بروين في الجون الثاني لمانشستر سيتي، هي تمريرة عنده واحد شمال واحد يمين واحد، لكن ازاي عمل تمريرة صلاح لساديو ماني في جون التعادل، قرار و... و... قرار وتمرير، كان يقدر يبصيها لأقرب واحد، لكن لأنه لياقته الذهنية عالية قوي. نتكلم بقى عن اللياقة البدنية، واللياقه البدنيه مستجيبة. تقدر تنفذ مستجيبه، تقدر تنفذ اللي انت بتفكر فيه. فالكوره هتمشي بالطريقه دي، لان انا ممكن ذهنيا هنا بقى التكامل، فكره ازاي اللاعب وانا بدربه يعني ايه الفرق بين مدرب ومدرب. انا بس عايز اكد على المعنى اللي بتقوله دي، ان القرار واللياقه الذهنيه واللياقه البدنيه قالها بإيجاز عبقري زين الدين زيدان وهو بيبطل، قال لهم ليه؟ لأن الجسد لم يستطع أن يستجيب لقرارات الزلمة. صح. الإشارة اللي جاية مش هنا بقى المدرب. إيه الفرق بقى من المدربين قدامك دي كلهم؟ ليه جوارديولا أحسن مدرب في العالم؟ وليه كلوب؟ لأنه بيقدر يخلي اللاعب وهو بيدربه قبل ما يخش المباراة بيعمل نوع من التكامل بين لياقته البدنية، سيبك من المهاره، ما خلاص المهاره مش بقدرش اغير مهارات فيها. بغير فيها كتير، بين لياقته البدنيه ولياقته الذهنيه والنفسيه والقرار، ما دي كلها تقول عشان قرار. هنا بقى في كمان في حاجه مهمه جدا، انت بيقول لك المدرب عمل محاضرات مع اللعيب. هو المحاضرات ايه؟ هي محاضرات تثقيفيه، فكره انك تبقى فاهم الملعب. يعني مورينيو مثلا على سبيل المثال بيدي محاضرته بيقسم الملعب مربعات ويقعد يشرح للعيبه ككل، يعني ايه اهميه كل مربع في الملعب ده؟ ايه اهميته في حاله الدفاع؟ ايه اهميته وانا بدافع بهاجم؟ يعني
وانا لو الكره انا اللي بدافع الكره مقطوعه في اليمين او في الشمال، يبقى فين المربعات اهم في الدفاع عشان ما اخليش هجمه الخصم تكتمل؟ ما هو مش هدافع ازاي؟ طب ما ممكن تكتمل الهجمه، طب ازاي انا امنعها من، طب انا لو بتقطع هنا، لو بتقطع في نص الملعب، لو بتقطع في الجانب الايمن او في الجانب الايسر، طب لو غلطت في تمريره في نص الملعب ازاي ازاي؟ يعني في على كل حاجه ليها اسس وليها بتاع. انا في ماتش الاهلي والمصري من اول خمس دقائق اكتشفت ان لعيبه الاهلي خارج اللياقه الذهنيه تماما تماما. قعدت افكر هل هم ما جهزوش صح؟ ده جزء. هل في توظيف؟ ما هو انت ممكن توظيف غير صحيح، يعني انت ممكن احط اللاعب في موقف ما عارفش يتصرف فيه. يعني حضرتك انا محرر رياضي، حضرتك طلبت مني النهارده اكتب مقال ثقافي، عدلت في دورك. طب يا جماعه هادي ازاي؟ ممكن انا بعرف لغه وبعرف، لكن هل اعرف ادي صح؟ هل اقدر اديه بجوده ان انا اكتب مقال رياضي؟ اللعيبه كده. في بقى مدرب عبقري زمان اخترع الكره الشامله، اللي هو ميشيل ميخلز بتاع هولندا، اللي هو كل ده طالع منه، كل اللي انت شايفه ده كل اللي انت شايفه ده من حالك، كل الكره الحديثه دي كلها طالعه من اللي حصل في 74 بطوله كاس العالم 74. فهنا بيحصل ايه؟ ان اللياقه الذهنيه لازم تبقى قوير، ولا انا مكلف اللعيبه بادوار ممكن ما يعرفوش يادوا. يعني انا فعلا كنت محتار زي ما قال الاستاذ جاب الله، ان ده ايه دور قفشه وايه دور ميكيسوني وايه دور بيرسي تاو في مباراه المصري؟ الثلاثه ما اناش عارف اماكنهم في الملعب ايه بالظبط. انا ممكن عايز الخبط الخصم، بس كمان ممكن الخبط الخصم فاتلخبط انا اتلخبط انا الهدف النبيل اذا ما واكبوش تنفيذ جيد، بغض النظر هنا على فكره ما بتكلمش كان مستواهم جيد او رديء، مش ده اللي انا بناقشه، انا بناقش هل هم عارفين، هل هم مكلفين بمهام مش متلخبطين فيها؟ لا، انا رايي ان كان فيهم جزء من اللخبطه. عشان كده انت قلت مستوى، لان الاهلي كان لان وجود الثلاثي ده بدون اداء مهام حقيقيه في الملعب افقد الاهلي نصف الملعب. فبدا هم في حاله الهجوم دورهم مش باين، عشان كده لما تيجي تقول والاهلي له كم هجمه خطيره في المباراه، بتتكلم عن عدد محدود وضئيل وملوش معنى. طيب ليه الهجمات المرتده للفريق المصري كانت تتسم بخطوره في اوقات كتير؟ لان ادوارهم الدفاعيه برضو مش باينه. فلما تبقى 30% من فرقتك رغم ان الارقام الاستحواذ عندك، حتى لو انت هتساعدك 90% ملوش معنى، عشوائي ملوش معنى. لكن انت ايه؟ لكن انت 30% لا بيدافع ولا بيهاجم. طب ده مؤاخذه يعني، طب عشان ما تسودش الدنيا على الناس بقى. لا انا بس انا عايز اقول بس ده بيحصل، انا عايز اقول بس يا ريس ده بالعكس، ده انا مبسوط جدا انت طلبتني اثناء المباراه وانا خفت ارد عليك، واخد بالك؟ انا دلوقتي انا عارف انت بتشرح ايه، لكن هل ده معناه دي حاله فرديه؟ لحظه واحده، حالة شاذة، حالة استثنائية، حالة ولا هتمتد؟ لا لا دي حالة استثنائية، جملة دي حالة استثنائية. بس هو اللي انا عايز اقوله بقى للجمهور، انا عايز اخاطب الجمهور بس كده. فكرة انك عندك فريق هيقدر يلعب كل مبارياته بنفس الكفاءة وبنفس المستوى واللياقة الذهنية، هذا هو اللياقة الذهنية، هذا هو المستحيل بعينه ولا يوجد. يا راجل يا طيب يا جمهور يا طيب، بايرن ميونخ مغلوب من اربع خمس اسابيع 5-1 من فرقه بايرن، وما ادراك ما هو البايرن. انت عندك تشيلسي مغلوب من براتفورد 4-1، مش من اي مش من فرقه من الفرق المقدمه. يعني عايز اقول انك حتى النتائج الثقيله يعني احيانا يعاير حادثه، حتى يعاير لعيبه الاهلي احيانا او جمهور الاهلي بماتش صن داونز. وات داز مين ناثينج تحصل فتح فتح سنه عائلات حادثه وتعدي او تعدي، لان انا فرق القمه تتعرض دائما لهذا، لان انا ما اقدر. احنا نتخيل هنا بقى نقدر نتكلم حق الجزء الانساني، نحن نتخيل اللاعبين ماكينات بدوس على زرار
بدوس على زرار يؤدوا، اوتر زرار يبطئ. ده مش صحيح، ده بشر يعني، ممكن يبقى متضايق، مش تعبان، ايا كان، عنده مشكله عقليه، عنده مشكله عقليه، عنده اي سبب اوف داي بتاعه في الكوره، حتى الكوره مش عايزه تطول النهارده. يعني ده موجود. ففكره ان احنا يبقى مطلوب مننا ان احنا نكسب 100% من مبارياتنا، ده مستحيل. لازم نتعادل، لازم نهزم، لان من الهزيمه فيها ميزه كمان، انك تعلمك كيف تنتصر. ايوه، الانتصار الدائم ينسيك اخطائك، يخليك ما تعرفش تكسب. ايوه طبعا. لكن لا، عندما تحصل الهفوه انا بقدر اعمل قدر من النمو اللي بيحافظ لي على التفوق الدائم. بالظبط. تعرف حضرتك التصور. انسانيا. أيوه. لماذا الالم مهم؟ ده مهم جدا، لانه بيفهمك المرض. لا، مفيش الم مش هتعالج حاجه، بينبه لخطر كامن كمان. فالم الهزيمه وده اللي احنا عاوزينه، ده اللي احنا عاوزينه في ماتش الرجاء. وفي حاجه مهمه جدا عايز اقولها للجمهور، مهم جدا 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 جدا، نحن نلعب. ازاي بقى تقنع الناس؟ انا بقول للناس كلها، لا، اهلي، زمالك، اسماعيلي، مصري، ايا كان الفرقه، المحله، وبالنسبه للناس، الاهلي لا يلعب، الاهلي يحقق الألقاب. نحن نلعب. يعني لازم في النهاية نحن نلعب. أنا أسعد جدا لما فرقتي تكسب، وسلام، وأحزن لما أهزم، لكن في حدودها. يعني أنا يوم من الأهلي اتغلب من مصر، ضايقت لمدة ساعتين، ساعة وخلاص، لكن عارف إنها رياضة. يا بختك. لا، أنا بعرف أعمل ده كويس، لأني فاهم أصل فاهم أنا النار فاهم رياضة. بس برضه بدي أنا بقول للجمهور أنا فاهم إنها رياضة. لا، بس هي بتختلف من شخص لشخص. لا، هي والله أنا وعندنا في ناس بتبقى حابة، بتحب تبقى وفكرة جلد الذات.